وقال احمد بن سعيد حدثنا ابي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن اسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال اعرابي اخبرني عن قول الله والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله قال ابن عمر رضي الله عنهما من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له انما كان هذا قبل ان تنزل الزكاه فلما انزلت جعلها الله طهرا للاموال